عليكم. ان شاء الله دي الدايره اللي مطلوب منكم في تعملوها. انتوا هتعملوا دايرتين، دي اول دايره ودي تاني دايره، يعني نص الناس هيعملوا الدايره دي ونص الناس هيعملوا الدايره دي. الدايرتين المفروض ان هم عباره عن ان انت بتعمل فايرنج للثايرستور ده وبتشغله، وبعد كده بتقفله عن طريق ان انت مثلا تعمل شورت سيركت عليه، مثلا تحط عليه فولت بالعكس. طيب واحده واحده كده، المفروض بالنسبه للدايره دي لما اجي اشغل السويتش واحد دوت او ادوس عليه، المفروض ان انا هدي جيت للثايرستور، بالتالي التلات ليدات دول هينوروا، وبالتالي ده كل ده هيبقى المسار شغال، يعني التيار هيبقى ماشي كده معدي في اللود معدي في الثايرستور وده كمان هينور. لكن ده المسار ده مش موجود خالص. ماشي، انا دلوقتي عايز اقفل الثايرستور ده، فهدوس على السويتش 2. لما ادوس عليه يبقى انا كده عملت كاني عملت شورت على الثايرستور، يعني معظم التيار هيفضل ان هو يمشي في الشورت سيركت طول ما انا دايس، لحد اما قيمه التيار اللي ماشيه في الثايرستور ده تقل عن قيمه الاي هولدر، يبقى بالتالي الثايرستور دوت هيقفل. يعني بعد ما تدوس على دوت فتره كده هتلاقي ان الليدات ديت قفلت وكمان الليد ده قفل. تمام، دوست وسبت هتلاقي دوت كل دول قفلوا وده قفل، يبقى انت كده دايرتك صح. لو فضلت دايس هتلاقي دول منورين وده اللي قفل، يعني انت لو فضلت دايس يبقى انت كده قافل الدايره بتاعتك لود مقاومه موصل بالارض، فانت كده خلاص الدايره بتاعتك مقفوله. اول ما تسيب ايدك من على السويتش هتلاقي دوت ودوت قفل، يبقى انت المطلوب منك انك لما انا ادوس على السويتش ده كل الليدات دي تنور، لما ادوس على السويتش دوت واسيب ايدي كل ده يطفي، لو فضلت دايس التلاته دول يفضلوا منورين. ده بس المطلوب منك. التيم دي طبعا يعني المقاومه دي احنا حاطينها 2 بارلل 330 عشان يسحب تيار عالي عن اللاتشنج كارنت، بالتالي اللود يبقى يعني لحد ما كبير فالثايرستور ده يشتغل. لازم تحط 3 ليدات عشان برضه يسحب تيار يعني محترم يشغل الليد، يشغل قصدي الثايرستور. طيب تاني دايره هي ان انا اعمل برضه فورس كوميتيشن او ان انا اقفله عن طريق ان انا هعكس الفولت. ازاي؟ نفس الجزء او نفس الدايره اللي فوق بالظبط، اول ما ادوس على اس 1 المفروض ان انا هوصل هنا جيت وانا ساحب هنا تيار، فالليدات دي التلاته دول هينوروا والليد ده هو كمان هينور، يبقى انا كده شغال. لو جيت بصيت عليها في الدايره العملي دي زي اللي انتوا هتعملوه، اول ما ادوس هنا اللي هو السويتش 1 المفروض كل دول ينوروا، هتلاقي التلاته نوروا واللي تحت الثايرستور نور برضه. طيب المفروض دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ المفروض دلوقتي ان دوت وصل بالارض، يعني كل دي بقت نود واحده، بالتالي ده بقى زيرو، والفولت اللي هنا واصل بال والكباستور اللي هنا اللي موجود دوت المفروض ان هو هيشحن لحد ما يوصل هنا 9 فولت. تمام؟ طيب اول ما ادوس على السويتش ده اقفله، يعني هوصل التسعه بالارضي. الكباستور عمره ما الفولت بتاعه ينفع يتعكس على طول، لا ما ينفعش. الكباستور الفولت بتاعه لازم يفضل في نفس الاتجاه، يعني هنا الفولت بتاع الكباستور في الاتجاه ده كده. اول ما وصل ده بالارضي يبقى ساعتها ده هيبقى زيرو، يبقى ده غصب عني هيتظبط بحيث ان هو يبقى نيجاتيف 9 عشان يبقى اتجاه الفولت بالمنظر ده كده. يبقى انت كده خليت جهد الانود اقل من جهد الكاثود، او بالمعنى تاني يعني جهد الكاثود اعلى من جهد الانود، فبالتالي انت كده عملت عليه نيجاتيف فولت، فالتيار هيفضل يقل لحد ما يقل عن قيمه الاي هولدنج برضه وبالتالي يقفل. كل الكلام ده انت مش هتشوفه يعني بعينك بسرعه لان الكباستور صغير يعني، فانت اول ما هتدوس على السويتش هتلاقي على طول الليدايه دي قفلت وخلاص كده. طيب فبس كده خلاص. فلو انت جيت هنا بصيت، انا لو دوست على السويتش ده هتلاقي ان هو على طول قفل، ده قفل وده قفل. لو يعني كنت بصيت شويه هتلاحظ ان ده قفل الاول وده قفل بعده، يعني ده فضل شغال فتره لحد لما دوت فرغ خالص والتيار قال هنا عن الهولدنج كارت. ماشي، لو انا جيت دوست تاني كده على الكباستور وانا قافل هتلاحظ ان الليدات ديت بتنور وبتطفي، يعني تعالى نشغله كده تاني لحد ما يشحن وبعدين وقفت. لو دوست هتلاقي ان هي بتنور وتطفي، بتنور وتطفي. ايه اللي بتنور وتطفي ليه؟ لان هي المفروض ان الكباستور ده بيفرغ في الليدات ديت، فالحاد ما فرغ كل الشحنات اللي فيه هو ستيل بينور شويه. يبقى اخر حاجه المفروض ان انا ادوس على السويتش ده كله يشتغل، وبعدين
ادوس على دوت يقفل. لو دوست تاني هلاحظ ان بيحصل فيه الرعشه دي عشان هو مازال بيفرغ هنا وبيشحن، بيفرغ وبيشحن. ده المطلوب منك انك تعمله. في الدايره بقى يعني احنا الكباستور اللي احنا استخدمناه، الكباستور ده اللي هو 470 مايكرو فاراد. فالمفروض ان هنا تحط الطرف البوزيتيف بتاع الكباستور وهنا الطرف النيجاتيف. انهي الطرف البوزيتيف؟ الطرف البوزيتيف اللي هو الرجل الطويله، والطرف النيجاتيف هو الرجل القصيره. طيب ايه تاني؟ انت لما بتشتري البطاريه بتشتري معاها حاجه اسمها كاب، اللي هو ده عشان تعرف توصل من البطاريه للبورده بتاعتك. بعد ما تخلص استخدامك للبطاريه لازم تفك الكاب ده، عشان لو الطرفين دول لمسوا بعض وانت مش واخد بالك البطاريه هتفضى منك ومش هتعرف تسلم.